والله ومن أصدق من الله قيل إخوان. والله عجبا للقلوب التي لا تتحرك مع القرآن، عجبا لأمة تشكي الهم أو القلق أو التوتر أو الخوف أو الأمراض النفسية وعندها كتاب رب البرية يا إخوان. والله عجبا، أي والله يا إخوان، عجبا لأناس يا إخوان تلززوا بكلام البشر وربما تمايلوا وأثر فيهم كلام البشر، وربما الواحد لا يحرك ساكنا إذا ما تكلم رب البشر. كنت أسمع أحد الممثلين كان محبوس، فبتسأله المذيعة بتقول له إيه اللي غير حالك وعملت صبا حجات؟ صلي كل واحد في خير يا إخواننا، والله والله كل واحد في خير، بس عايزين ننظف. والخير في قلبك على حسب نظافة قلبك، كلما كان القلب يبرق وأبيض وجميل كلما كنت على خير وسعادة واطمئنان. فلها كلمة غريبة جدا، ألا والله بالصراحة لما خدت سنة، مش عارف خدت سنة ولا سنتين، مش يعني صليت مع رسول الله، فعلى واحد مسجون معايا، كان معي واحد مسجون وكان هو الكوماندا بتاع الغرفة بتاع السجن يعني، فالخد طلوع قال لي مش ما نفسكش تكلم ربنا؟ قال له الله 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 تكلم مين؟ قال له تكلم ربنا يا اخي. راح انا ما خدتش بالي، قال له قلت له اه والله يا اخي والله نفس الروح كله في خير يا اخوان. وراح شويه سكت قال لي طب مش نفسك ربنا يكلمك؟ هو اللي يكلمك. قال له اللي عينيا دمعت لما قال الكلمه دي، فقلت له والله نفسي. قال له لو انت عايز تكلم ربنا صلي، فانت بتكلم ربنا هنا، ولو عايزه هو يكلمك اقرا قران. قال فاذا بي انفجرت من البكاء وبدات احفظ قران وحفظت لي شويه صور حلوين، والله هو اسلوبه كذا الراجل يعني. أسأل الله أن يغفر له وأن يغفر لجميع موتى المسلمين. تحرك القلوب يا إخوان، القلب يا إخواني، عايز تعرف قلبك سليم ولا مش سليم اقرأ القرآن واسمع القرآن. لو ما أثرش في قلبك يبقى في مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. لأن الله قال يا أبو إسماعيل، قال يا إخواننا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.